فالآن صار أكو تطرف بالعراق. ليش صار تطرف؟ نتيجة ممارسات سياسية. من يقمع الإنسان بهالشكل، وتعرفين حضرتك داعش الآن 60-70% منهم عراقيين والبقية أجانب، هاي مصيبة. هاي داعش بمناطقنا، بالمناطق العربية الأخرى أيضا هم. أنا أقصد كما تحدث السياسيين بالمناطق الغربية أكو حاضنة لهم من أهالي هذه المناطق. ليش الجنوب مو يختلف ترى عن بقية المناطق الغربية؟